بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. الحمد لله. Lektion 2. Ich komme, du kommst. Konjugation Präsens. طبعا اللي kommen يعني يأتي، أنا آتي وأنت تأتي. Konjugation التصريف، Präsens المضارع. فلدينا ich komme. اوكي، الفأل موجودة. Du kommst، فلدينا ايه؟ بعدين st. kommt، t. kommen sie، en. wir kommen، كمان ال en. وال kommt ihr، يأخذ ال t. sie kommen und kommen sie. طبعا هنا مرتب e st. الأزياس لديه ال T مثل ال إيه، وال V وال Z لديه ال AN. طبعا يوجد حالات استثنائية زي ال Arbeiten، فبما أن في T في الأخير، لو أحد يستطيع أن يساعد الأستاذ محمود يكون جيد. Arbeiter، فإيش arbeite، du arbeitest، فنضيف إي كمان، arbeitet، arbeiten und arbeitet. لا، هو مش موضوع اللي يخرج ويدخل، الموضوع إنه لازم يدخل على الميك. خلاص خرج. arbeitet، arbeiten. الهيسن نفس الشيء، بما أن لدينا اس فسيتغير. ich heiße، du heißt، فدوبل اس يصبح واحدة. sie es heißt، wir heißen، ihr heißt، sie heißen. طبعا أرجو أنكم حليتم أو حاولتم أن تحلوا الأسئلة. أحد لديه سؤال إلى الآن؟